بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي حبيباتي دمانتي ملو لي بأدوك جوكتان. وإن سلامة وإن نسو دوينايا وحاين الله يحكسو دوادة شانل كينا مرو ستار هوكين إن عاف ما قفتانا إلهي سبحانه وتعالى إني جير جينايا إلهي راليها إني جا أهاضو كسو دوادة شانل كينا مرو ستار هوكين مرلاباد آدي آدى إذي كوبيم هاد علينايا. جزاكم الله ألف خير ولا الله إن خالق أه إنه بحرن مر بمركض بس أصحاب طايق أنا بحياة إنه قصوا بيراي دمانتي نحاي لله يا حياكم الله حبايبي إلى سبحانه وتعالى رأى الله إذنك أهذا إن ما تحاربا إن إني لو ذاقوا ألاب أما قريع عكس ما يسنكرتا ما شاء الله أنا قريع هانا أجعلها وأوحي رؤس كفضوض هذا النفخة ميرا إيه ومحي هذا الفيتامينات كاعد عصان أما قبلها مرودي بلدهم حي هذا وكمها قد ضعيف ويا وكل سيدا اسكو نفقين كران وكمهودي وكرين كران رقصي ذو كلاتي ألاب طبعا كهلاسا ما شاء الله تبارك الرحمن أودا كهلاسا حكي هلا سافر الفرعونية حكي هلا سافر تمين سبضان إيه من رال سبضان نوا حكي هلا سافر وجرك وباهي هاي أنت كلام حياتها علاش أنا ويكون جل عنا ساعة علاش هذا حاكل هاي يعني درب ذي بحمام هو آدي ما شاء الله تبارك الرحمن علاش هضيف لسه حبيباتي وأكتهين وهذا حمام كآدي تجينين عذر ردن هو إنه خنا ساعة عذر ردن نحن قبل هذا علاش لكن علاش هذا ذاك تحدرته ومروا لي بمحي هذي علاش هذا إن وحابها في عن جلعنا استعماشه وحيث هاي توصى حمامك وآذي سا مارك إن شاء الله محي هذي كود ذال إن علاش إن أجل عسان مهم جدا وهذيك لو حيثها عذر دن إن أكو إيمانا هوي إنه خنسا مقرات هير كبيرة دوكو قدع بستعبان لفها ميلو لي بأكو حنونا سا مرك حتى قبلها أو محي هذي لده أو دباتوين لقى صار شيء حاجة المجلينك مهم جدا وايا إن محي هذي على شاد على صعتو على شاد أبيحس أجل عن تهاي مرك دتك أوجين ها أوجادن إن على شال أجل عيو إن محي هذي على شال قلو نمرك قارنا مهم وايا ناس قرص بيحسوا بشي هالمرة أما بشي لما مرة وكلات إن محي هذي على شاد أسمى صدقتان على شاد أنا نظيفين يسوا إنه حابها أني أستعماله أبايال بدل أن لو ذاقي وإذا سبحانه وتعالى محال ذا دو وقدر علوش يكون لك أخذ ذا تقولي بعلوش أذقل وإني سو قلين دونا هدو إله يسامحه بركو حا مهم إيه إن محي هذي علوشة وحابها جلعنا أستعماشة سيدو كلا قبلها أورك لها أمر ولي بقى يغن كعبنا علوشة إتاقن اسكو ضي إنا بي بدن أعبتو إنا محي هذا قضارة أبت ستو إن وحا علوشة جلعنا أستعماشة إن أهل عنتو مقرات مهم وهو يمرك أورك إلا هذا هاي إن علوش هذا إسو عناسو لكن هدي محي هذا وحو اللي بو بر إيشاك محي هذا وحو اللي بو يعني بر كسميسا يهي اللي بيوحا صدا عناسو حتى علوش هذا أذي نخونيسا ويكوغو أدكانيسا إنا حمامك ستوسع وقشو مقرات مرك علوش إنا سعود سيسان إسكو داي حبايب قلبي مرك قريع دان قريع حواي يعني حلقة شركين كراي معها ما شاء الله تبارك الرحمن نفقوين بدنا هستا وحا دب سارينا ما أكرنا إننا معها هذا أجعلان دون تان إن أوجه لي دون تان أيليس الدعين دون تان هدول الله سبحانه وتعالى ده إن الله إني بركيا إله يرعلها إني جهاضه إن أنتوا حكوا هالستحات هاي المشاريع عادية واي بارش سو ما لعنا بارش على هنا ما هنوم سو مركب بارش حكوا هالستا يمل خاعدة يرتع أو محي هذا تيس بونكا بركد أو جي سي ده أنتوا كوا هالستا جي سي مهم جدا واي هذا هو يور هالستا عطهاي واستعمالك رتع أنتوا حكوا هالستا سد حبه أو محي هذا تمرة تمرة مركب استعمال إنسان إن شاء الله إسقضي إن ترى أو إسبافع استعمال شو سدي يعني سو نظقة سد حبه تمرة هالستا أنتوا حكوا هالستا يعني أنا قاعد بحال كان بالمشي كرتان يا حيرة نسينا يا قرنا يا إن تين واي وكي إله سبحانه وتعالى وكدارنا يا وتين والزيتون مركتين كواكنا فوائد بدن وهالستا وكسو شيكين دونا قبلها اسم فقينا وكمه ذربان إن هذا يعني كوريان إن فقيان إمره لي بلدها وكمه إن ضعيف بليس بحال كان اسكو أجاد هدو إله سبحانه وتعالى إني سامحه وأنا إني سو جلين دونا أنا مح هذه كشركنا أنا وعنتوين بدن وحياب بدن كدرين عبيتانك سمينن رجعنا صدق كلا بحال كان لجو مجارو إن أبرتان أرجينا يا وأنا تسعي بعد كتيرنا حاجة نحكو هستا حبض أو تفاحة يهل حب أو موسى يعانو عانها دون تستعمال كرتا إن مركا هذا كان وقللني هسه مجدان تينكا مركا بعد إني تسعي إن شاء الله
حبايب قلبي واخنا بعد أن كجرا كان دراي واي هذا وقللني هاي مقرتين بركة أصبح قيم وجرا لكن أنا ولي كي يقوم أنا أركن أصبح قيم لكن وضم كلا واقو أرك لكن إلى أمر كيس مركو قيم هاي مركو دراي هاي يعني مركو قللني هاي دراي وهاي آت بشعل هاي مركو ما شاء الله تبارك الرحمة هذا أصبح قيم أهله سوى استعمال كرتا هذا أصبح كان أهله ستنة واستعمال كرتا وح أم حي هذا كود دايو مشرتو مقرتين مركا ألعبتان عادي معها إنا برتان وسميستان الرجينا يا واحد دب أسارة أنا مسدب نوقة باهنا معهن مركا حاكو ده هاي نفقه على شو كوس عناسة فوائد بدن وحن بارسين هاي وجرك أو باهين هاي هذا تحي هو يقر هاي ستو واستعمال كرتا أو حاملة أتها يعني إن هديم حي هاي ذا أنا وجنس سدوا كلا ما شاء الله تبارك الرحمن إن عنو كوبدنا يا حتى واي وحاي سنة تمر وأكتهي iyo borosh borosh waxyaaba oo caana hooyada u badiyo waaye iyo apalka ajeeb waaye ma sha Allah ina baratan isku daya marka waxa sameeyneena caanahan caadiga ahaa aan ku dareena marka adi inta waxa ahayd ee kugu filan aan isticmaali karta ani hadda borashka inta isticmaalaayo waa maxay ahayd saddex malqaacadood aan isticmaalaya oo borosh ah marka xibibaati waa maxay ahayd isku walaaqeyna si yani isku dhex galaan tartiibteeda marka meel aad dhigaaya in yar ay radeenaya kadib washiidaya Abdullah subhanahu wa ta'ala dhaho in muuska iyo maxay hayde apalkana waa ku dareena insha Allah dibati alaabti dan waa isku wada geysida u jeedaanba marka waxa sameynaya washiidaya mashiinka caadiga ee qalaadada oo cabitaanka ku shiidano xabibati alaabteena waa soo shiidanay waa taasa ma sha Allah tabaarak rahmaan ani hadda jileeca ka dhigtay adu hadda jaceshahay markuu adkeysan karta si maxay ahayde malqaacada ugu cunto ma garateen hadda rabtid sida aniga kale taa jileeca ka dhigan karta tartiibtaada waa cabeysa markaa waxa ka samaysha Allah tabaarak rahmaan alaab hawaye oo nafaqo badan xambaarsan markii ina isku ogaataan Ilaahay subhanahu wa ta'ala iniga rajaynaya khair iyo baraka iyo farxad iniga rajaynaya Ilaahay Ilaahay ha ina baraka ha ina xifdiyo hadaan ugu cusubtiin insha Allah waan soo dhaweeyneena channelkeena hadaa kaash please subscribe sameeso gambaleelkeena furo wixii talo iyo tusaale ahna dhanka commentiga wa jazakumullahu jannah wa salaam alaykum rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah bismillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي حبيباتي دمانتي الملو اللي بأدوك جوكتان وإن سلامة وإن سو دوينا يا وحاين الله يحب سو دوادة شانل كينا مروا ستار بوكين إنا عاف ما خفتانا إلهي سبحانه وتعالى إني قرجينا يا إلهي راليها إني قأهاضو كسو دوادة شانل كينا مروا ستار بوكين مرلباد آذي آذا إذي كوكم هذا علينا يا جزاكم الله ألف خير ولا له نخالق أه إنه بحرن مر بمركز بس أصحابته أيقنا محيط إنه صوب بيراي دمانتي نحيل الله يحييكم الله حبايبي إلى سبحانه وتعالى رأى له إذن كأهذا إن ما تحاربا إن إني لو ذاقوا ألعب أما قريعة كسما يسنكرتا ما شاء الله أنا قريعة هانا أجعلها ووحي رؤس كفضوض هذا النفخة ميرا إيه ومحي هذا الفيتامينات كاغد عسان أما قبلها مرودي بلدهم حي هذا وكمها قد ضعيف ويا وكل سيدا اسكم نفقين كران oo kumahooda ay u korin karaan rag sidoo kale ta alaabta waxa ka helaysa maasha Allah tabaaraka rahmaan awooda ka helaysa waxa ka helaysa fircooniya ka helaysa vitamins badan iyo minerals badan waxa ka helaysa oo jirkaagu u baahan yahay inta kale waxa tahay calooshana way ku jilcinaysa calooshaad waxa ku dhahay yaani durbadiiba xamaamka waa aadaysa maasha Allah tabaaraka rahmaan in caloosha haday fadhiisa xabiibati waa ogtihiin oo aad xamaamka aad tageenin cudurro dhan ah way u noqonaysaa cudurro dhan wuxuu ka bilaawdaa caloosha laakiin calooshaada hadda ka taxadirto oo mar waliba maxay ahayd calooshaada in waxyaabaha fiican ee jilcinay aad isticmaasho waxay tahay toosa xamaamka uu aadaysaa marka insha Allah maxay ahayd ku dadaal in calooshina aad jilcisaan muhiim jiddan way hadii kale waxay tahay cudurro dhan aku imaanaya way u noqonaysaa ama garad heer gabiir aad kugu dhaco bistacbaan lafaha meel waliba aad ku xanuunayso marka hata gabdhaha oo maxay ahayd la dhaho oo dhibaatooyin laga soo sheegay xagga ilmo galeenka muhiim jiddan waaye in maxay ahayd calooshaada la socoto calooshaada aad bixiso ay jilcantahay
marka dadka ogeyn ha ogaadaan in caloosha la jilciyo in maxay hayday caloosha la galo marka qaarna muhiim waa inaad isqaras bixiso bishii hal mar ama bishii laba mar oo kale inaad maxay hayday calooshaada aad sameyso dhaqitaan calooshaada aad nadiifinayso waxyaabaha aniga isticmaalo abayaal badan leh aan la wadaagay oo ilaah subxaana watacaala maxaa la dawo ugu diray calooshooda ee ku dhaqaaqday dad weliba caloosha adag leh waa inii soo gelin doonaa haduu ilaahay ii saamaxo marka waxaa muhiim ah in maxay ahayday caloosha waxyaabaha jilcinaya isticmaasho sidoo kale gabdhaha uurka leh ee mar weliba ayagana ka cabanayo caloosha taagan isku day inaa biyo badan aa cabto inaa maxay ahayda khudaarta aa badsato in waxa caloosha jilcinayo aa isticmaasho aad u cunto magarata muhiim waa hooyo markay uurka ay leedahay in caloosheeda ay soconayso laakiin haddii maxay ahayday wax waliba bur iyo ii sheeg maxay ahayday wax waliba yacni bur ka samaysan iyo hilib iyo waxaas hadaa cunayso xitaa calooshaada adeegay noqonaysaa way kugu adkaanaysaa inaa xamaamka si toosi aa u gasho magarateen marka calooshiina inaad socodsiisaan isku daya xabaayib galbi marka qureecdan qureec waxaa waaye yacni waxa laga sheekeyn karaa ma aha maasha allah tabaaraka raxmaan nafaqooyin badan haystaa waxaa dib saareen ama aa karineenana ma aha aada u jeclaan doontaan aa uga heli doontaan aa igaga soo duceyn doontaan haduu ilaahay subxaana watacaala dhaho allah ini barakeeyo ilaahay raalliha iniga haado inta waxaa ku haysta waxay tahay mushaarida caadiga ee waaye boorash soomaali anaga boorash aa dhahnaa moohano soo marka boorashaa ku haystaa iyo malqaacadda yartaa oo maxay ahayday tiaspoonka barkeed oo gsd-da inta ku haystaa gsd muhiim jiddan waaye haddaa hooyo uur haysata aa tahay waa isticmaali kartaa inta waxaa ku haystaa saddex xabo oo maxay ahayday timir ah timirta markaa isticmaalaysaan insha allah isku daya inaad tiro oo isdhaaf aa isticmaasho sida yacni sunnada ah saddex xabo timir a haystaa inta waxaa ku haystaa yaan yaqaanaba halkaan bal ma sheegi kartaan yaa waxyar aan siinayaa yaa garanayo tiin waaye waaka ilaahay subxaana watacaala uu ku dhaaranayo waa tiin waa zaytuun marka tiinka waa kana fawaa'id badan u haystaa waa kasoo sheekeyn doonaa gabdhaha isnafaqeynayo ukumahooda rabaan in maxay ahayde yacni ay koriyaan ay nafaqeeyaan ee mar weliba la dhahayo ukumihiina daciif ah bliis ba halkaan isku ogaada haduu ilaahay subxaana watacaala inii saamaxo waana inii soo gelin doonaa anoo maxay ahayde ka sheekeynayo iyo annagoo cuntooyin badan waxyaaba badan ku dareena cabitaano ka sameyneen raggana sidoo kale bahalkaan laguma gaaro in aa barataan aa rajaynayaa waa inuu tusaayaa bacda uu ku jirana xaggan waxaa ku haystaa xabad oo tufaax ah iyo hal xabo oo muus ah iyo caano caanaha doontaa isticmaali kartaa marka hadda kan wuu qalalan yahay soo ma jeedaan tiinka marka bacda aynu tusaayaa insha allah xabaayib galbi waa kana bacdaana ku jiraa kan dry waaye hadda waa qalalan yahay ma garateen marka asagoo qoyan wuu jiraa laakiin ani weli kenya kuma aanan arkin asagoo qoyan laakiin waddamo kale waa ku arkay laakiin ilaahay amarkiis markuu qoyan yahay iyo markuu daraayga yahay ani markuu qalalan yahay daraayga uu yahay aada u jeclahay marka maasha allah tabaaraka raxmaan haddaa asagoo qoyan aa helayso waa isticmaali kartaa haddaa asagoo kan aa haysatan waa isticmaali kartaa wax oo maxay ahayday ku diidaayo ma jirto ma garateen marka alaabtan caadi ma aha inaad barataan oo samaysataan aan rajaynayaa wax dab aa saareen mise dab nooga baahanna ma ahan marka waxaa ku dhahay nafaqo caloosha ku soconaysaa fawaa'id badan u xambaarsan yahay oo jirkaagu u baahan yahay haddaad tahay hooyo uur haysato waa isticmaali kartaa oo xaamilo aa tahay yacni haddii maxay ahaydee aad nuujinayso sidoo kaleeto maasha allah tabaaraka raxmaan caanuhu ku badinayaa xataa waayo waxaa haysanaa timir oo aa og tahay iyo boorash waxyaabaha oo caanaha hooyada u badiyo waaye iyo abalka cajiib waaye maasha allah inaa barataan isku daya marka waxaa sameyneynaa caanaheena caadiga ahaa aa inta ku dareenaa marka adi inta maxay ahayde kugu filan aa isticmaali kartaa ani hadda boorashka intaa isticmaalayo waa maxay ahayde saddex malqaacadood aa isticmaalaya oo boorash ah marka xabibaati waa maxay ahayde isku walaaqeenaa si yacni isku dhex galaan tartiibtayda marka meelaa dhigayaa in yaraa yara deynayaa kadib waa shiidayaa haduu ilaahay subxaana watacaala dhaho muuska iyo maxay ahayde abalkana waa ku dareynaa insha allah bibaati alaabtii dhan waa isku wada geeyey sidaa ujeedaanba marka waxaa sameynaya waa shiidayaa mashiinka caadiga ee qalaadada oo cabitaanka a ku shiidano xabibaati alaabteeni waa soo shiidanay waa taasaa maasha allah tabaaraka raxmaan ani hadda jileeca ka dhigtay aduu haddaa jeceshahay marka waa adkaysan kartaa si maxay ahayde malqaacadda aa ugu cunto ma garateen haddaa rabtana sida anigoo kaleetaa jileeca ka dhigan kartaa tartiibtaada waa cabaysaa marka waa kaasaa maasha allah tabaaraka raxmaan alaab waxaa waaye oo nafaqo badan xambaarsan marka inaad isku ogaataan aa ilaahay subxaana watacaala inigaga rajaynayaa kheyr iyo barake iyo farxada inigaga rajaynaa ilaahay ilaahay ha ina barakeeyo ha ina xifdiyo
هذا نقول سبتي إن شاء الله وإنسود وينينا جنال كينا دا كيش بلي سبسكرايب سميسو قمبالي لكينا فورا وحيت الله إتسالة أهنا دانكا كومنتيكا وجزاكم الله جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.